العافية جميعا، معكم زميلكم محمد الزعبي، طالب طب سنة أولى. إن شاء الله اليوم مكملين في شرح محاضرة أساسية من مادة الهيستولوجي التي بعنوان سيتوبلازم، ونقول بسم الله. أول شيء بحكي لك إنه هنا سيل إز ذا بيسك أند ستراكشرال أند فانكشنال يونت، هي الوحدة البنائية والوظيفية الأساسية في جسم الإنسان، وهي سمولست ليفينج بارت، وهي أصغر الأجزاء الحية. معلومات عامة، بروكاريوتيك اللي هي اللي أخذناها اللهم صل على سيدنا محمد، بداية النواة، يعني بداية النواة مثل البكتيريا، يعني بداية النواة يعني نواة غير محاطة بغلاف نووي، مثل هون غير محاطة بغلاف نووي. بيكون هاي الخلايا زي ما انت شايف، بيكون في عندنا سيل وول ماشي محاط في البلازما مبرين، او بسموها بلازميلا، البلازما ليما، وبتكون اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو الاورجانيلز جواتها بتكون غير محاطة بأغشية، كلها حتى الدي ان اي عندها غير محاط بأغشية. بينما بالنسبه للانيمالز سيل، فين يوكاريوتيك، يوكاريوتيك قد يكون متعدد الخلايا او يونيسيلولار او ملتي سيلولار، يعني يا وحيد الخليه يا متعدد الخلايا، ولكن كلهم سواء كان وحيد الخليه او متعدد الخلايا، وحيد الخليه مثل بريميسيوم ومتعدد الخلايا مثل الانسان، سواء كان وحيد الخليه او متعدد الخلايا كلها راح يكون عندك النواه محاطه بغلاف، اول شيء ميمبرين ليميتد نوكلاي ماشي، وبيحيط في هاي النواة سيتوبلازم، هذا كامل بما فيه هو سيتوبلازم باستثناء النواة، تمام، شيل النواة والكامل بما فيه هو سيتوبلازم، بيحيط بسيتوبلازم. سيتوبلازم هذا قد يحتوي على أورجانيلز محيط في غلاف، أورجانيلز غير محيط في غلاف، مثلا ميتوكوندريا يحيط في غلاف، أما الرايبوزوم ما بيحيط في غلاف، هو بصفي هو وتركيبه، يعني شيء طبيعي. بينما في البروكاريوتيك كلياتهم بيكونوا غير محاطين بأغلفة، تمام. في المالتي سيلولار اورجانيزم، في الكائنات الحية متعددة الخلايا زينا، بيكون كل خلية أو كل خلية إلها وظيفة محددة، سبيشالايز، تكون كل خلية بتكون متخصصة، مثلا هاي خلية كبد، هاي خلية كلى، هاي خلية جلد، كل خلية بتكون متخصصة، وهذا اختصاصها بيعتمد شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد the basic cellular activities، على الوظيفة التي تؤديها. فما فيش خلايا عشوائية، فيش عندنا خلايا عشوائية، لا، كل خلية لها وظيفة محددة، السبيسيفيك اورجانيلز العضيات الموجودة جواتها بتأدي وظائف محددة عشان تصير هاي خلية، مثلا خلية خاصة بالكلى، مثلا هاي خلية خاصة في الكبد، هاي خلية خاصة في السكن، تمام. ما في عندنا، قليل جدا اللي هو عندنا الخلايا العشوائية اللي هي ستيم سيل، بتكون ان سبيشالايز ستيم سيل زي ما اخذناها، بتنقسم عشان تصير سبيشالايز، تمام. طيب هسه بدنا نتعرف على شو مكونات الخلية. طبعا الخلية سيدي العزيز تتكون من نواة، هيها نواة، وما يحيط بالنواة، كل اشي يحيط في النواة شو مسميه سيتوبلازم، فهو بتتكون فعليا من سيتوبلازم ونواة، صح ولا لا؟ اه والله. وبحيط فيها من برا، بحافظ عليها من برا البلازما مبرين او بلازما بلازما ليما. سيدي العزيز هذا separating the cytoplasm from extracellular environment، بيفصل السيتوبلازم اللي هو كل اشي هذا جوا الخلية باستثناء النواة، يعني لانه النواة جاي بالنص فما بفصلها عن برا، فاهم؟ فهو بيفصل السيتوبلازم عن ايش؟ المكونات او عن البيئة الخارجية، الاكتروسيلولر انفايرومنت. حلو ولا حلو؟ حلو. طيب البلازما ميمبرين تتكون من بروتينات، سواء كان هون كاتب لك انتجرينز، برضه بيريفال بروتين، سواء شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، سواء كان انتجرينز او بيريفال بروتين، بيتصلوا مع بعض عن طريق سيتوبلازميك بروتين فيلمنت، او اللي هو سيتوسكيلتون، هيها هاي بتمسك البروتينات عند اي سي ام كومبوننت او الاكسترا سيلولار ماتريكس، اللي هو عبارة عن سائل موجود برا الخلية، تمام. بيكون يحتوي على شوية بروتينات مثل الكولاجين، كولاجين مثلا بيكون على شكل خيط بيتصل بالبروتينات الموجودة اللي برا، تمام. وبرضه كمان اللي هو سيتوسكيلتون مثل المايكرو تيوبلز والمايكرو فيلمنت اللي اخذناهم في البايو تشابتر 6، هذول برضه بيكون عبارة عن خيوط بيمسكوا بالبروتينات اللي وين موجودة في البلازما ممبرين او على سطح البلازما ممبرين. حلو ولا حلو ولا حلو؟ حلو. طيب هس نشوف السيتوبلازم من شو بتكون. حكيت لك سيتوبلازم هو عبارة عن كل اشي هون باستثناء شو؟ باستثناء النواة، صح ولا لا؟ اه والله صحيح. فتعال في زي ما انت شايف في شوية سوائل، صح، ليكويد هذا، اه والله، فهذا اسمه سيتوسول. سيتوسول هو الفلويد كومبوننت، هو السائل الموجود، ماشي. هسا سيتوسول هو السائل الموجود لحاله، سيتوسول مع اورجانيلز مع شوية عضيات وشوية مواد، شو بتكون؟ سيتوبلازم. فهي ميز بين السيتوسول والسيتوبلازم، سيتوسول هي السائل الموجود جوا السيتوبلازم،
السيتوبلازم بيحتوي سيتوسول ومعاه اورجانيلز سيتوسكيلتون وبعض الشوائب كمان. الاورجانيلز وهي جميع الاستراكشر اللي عندها ميتابوليك اكتيفيتيز، يعني عندها عمليات ايض، بتسوي عمليات ايض، يعني ستراكشر عندها شغلها يعني بين قوسين. مثل في عندك الميتوكوندريا بتسوي عمليات سيلولار ريسبيريشن، مثلا التنفس الخلوي، هذه بتكون محاطة بغلاف. والنن ميمبرينيوس بروتين وبعض المواد وبعض صانعات البروتين كومبلكسز، يعني صانعات البروتينات، بعض صانعات البروتينات الغير محيطة بأغلفة مثل الرايبوسوم والبروتوسومز، ماشي، هذول صانعات بروتينات غير محاطة بأغلفة. الرايبوسوم والبروتوسومز هذول كلهم موجودين وين؟ في السيتوبلازم. في عندك سيتوسكيلتون، السيتوسكيلتون هي عبارة عن مركبات بروتينية، بروتين كومبوننت، بتحدد شكل الخلية وقدرتها على الحركة، قدرتها على الحركة. هاي شوية السيتوسكيلتون حكينا زي ما حكيت لك قبل شوي، هي عبارة عن خطوط، هي فعليا خطوط بروتينية. مثل ما بتتذكر الماكروتيوبلز والمايكروفيلمنت، المايكروفيلمنت كان محتوى على بروتين الأكتين، بتكون زي هيك الخلية ماشي. فهي مثلا بتكون خطوط على بهاي الطريقة بهاي الطريقة بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة، مش مهم، بشكل عشوائي. المهم تمسك اللي هو الشيب اوف ذا سيل، بتحافظ تمسك السيل من هون ومن هون، من كل جهة، من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، من كل جهة، فبتحافظ على شكلها. وبرضه الفيسيل سيد العزيز، الفيسيلز الغير قادرة على الحركة، كيف تتحرك؟ تفكر فيسيلز باتمان مثلا هيجون حال بتطير؟ لا، الفيسيلز هي هالمايكروتيوبلز هذول عبارة عن سيتوسكيلتون، بتعمل لها زي اجرين تسمح لها الحركة. هاي الفيسيلز روح ويصلات، هي بتسمح لها الحركة وبتحافظ على شكل الخلية. اوكي. في عندك انكلوجن او الشوائب، هاي السيد العزيز من شو هي؟ بقايا كايبروهيدرات ليبيد او بريجمنت، هي بتكون عباره عن بقايا لسكريات او ليبيد او صبغات حتى تنتفع هاي الخليه، فبتكون لسه موجوده في السيتوبلازم. هاندريد اوف انزيم، ومئات الانزيمات التي ممكن انها تكون مصنعه داخل الخليه او جايبتها من برا عادي مخزنه فيها، مهم انه انزيم. تمام. هيك تعرفنا على مكونات السيتوبلازم، عرف نحن الخلية تتكون من نيكلوس سيتوبلازم وبلازما مبرين بحيث فيها من برا. احنا بنعرف النيكلوس النواة انها محاطة بغلاف نووي، اخذنا تركيبها طرف شابتر 6 في البيو. هسا اخذنا تركيب السيتوبلازم، ضل عندنا البلازما مبرين. لا، البلازما مبرين هو عبارة عن ليبيد بلاير، يعني طبقتين. هسا بنتعرف عليهم حبة حبة. من شو بتكون؟ اول شي فوسفوليبيد، وهو المكون الاساسي والاكثر وفرة، الاكثر وجود، هو المكون الاساسي الاكثر وجودا في ال شو اسمه اللهم صل محمد، هو الاكثر وجودا في البلازما ممبرين. في عندك البروتين والكوليسترول والاوليغوساكرايد تشين، هاي الاوليغوساكرايد تشين هي ترتبط بمين؟ هي عباره عن كوفيلنت لينك مع الفوسفوليبيد والبروتين مولكيول، وهي نفسها راح ناخذ لها مصطلح ثاني بتسوي لنا اللي هو هاي جلايكوليبيد والجلايكوبروتين، السكري الليبيد السكري والبروتين السكري. نيجي ناخذهم واحدة واحدة، أو قبل ما ناخذهم واحدة واحدة بحكي لك the cell membrane function أو plasma membrane function شو وظيفته. أو selective barrier هو حاجز اختياري، بيدخل المواد اللي بده إياها وبيطلع المواد اللي بده إياها، ويعني ما حدا إله عنده. تمام. فبحكي لك ينظم regulate passage of material into and out the cell، بنظم دخول وخروج المواد ماشي، وبيسهل عملية نقل المواد المولكيول سبيسيفيك مولكيول، المواد خاصة بتهيئة الخلية، بيسهل عملية دخولها وخروجها. طيب برضو السيد العزيز فيه بعض اللي هو مثلا الكربوهيدرات مسؤول عن ريكوجينيشن أو التعرف على الخلية، بيحتوي على بعض المواد هي بنسمح لها ريكوجينيشن اند سيجنالينج فانكشن، عمليات الاستجابة، اللي هو الاستجابة تتم عن طريق الريسبتور بروتين، وريكوجينيشن التعرف يتم عن طريق الكربوهيدرات الموجود عليها من برا. تمام. فبما انه له القدره على الريكوجينيشن والسيجنالينج فانكشن، استجابه للاشارات والتواصل والتعرف، فبالتالي هي برضه مسؤوله عن انتراكشن اوف ذا سيل، مسؤوله عن تفاعلات الخليه مع البيئه المحيطه فيها، صح، بيتصل فيها وبعرف شو وضعها. اوكي، هسه زي ما اتفقنا انه الفوسفوليبيد انتي بروتين ار تو ميجر كومبوننت، هم المكونين الرئيسيين، بس زي ما اتفقنا الفوسفوليبيد هو الاكثر وفره الاكثر وجود. طيب الفوسفوليبيد من شو بتكون؟ سيدي العزيز فوسفوليبيد هو امفيباتيك، يعني امفيباتيك يعني برمائي. عنده، او قبل ما نيجي هون خلينا نرسم هنا، برمائي
يعني عنده جزء بحب المي وجزء بكره المي. عنده أول شي الرأس، هذا عبارة عن فوسفيت جروب، يعني جروب فوسفيتي جروب من الفوسفور، وهو عبارة عن هيدروفيلك بحب المي، ماشي، يعني واتر سلوفيل يعني هو بولر. وعنده ثنتين فاتي أسيد، هذول ثنتين فاتي أسيد هيدروفيبك بحبوش المي، ماشي، فهم نون بولر. تمام. هاي بحكي لك تو نون بولر هذول الفاتي أسيد، والشارج بولر هذا الفوسفيت جروب اللي بيجي على الرأس من فوق. أوكي. طيب الفوسفوليبيد عشان يصير مستقر، بما انه في عندك بولر ونون بولر سوالف توجع الراس، عشان يصير مستقر راح يتصل على شكل بلاير، راح يكون دبل لاير، يعني بلاير طبقتين زي ما انت شايفه هون طبقتين. الهيدروفوبيك او بتخاف من المي راح تكون في الميدل away from water بعيد عن المي، والهيدروفيليك او البولر راح تكون فيسنج على الوجه بتقابل المي. اهو يا حجي، بتخاف من المي، اللي بتخافش من المي الهيدروفيليك موجود فيسنج على السطح بتتصل في المي، سواء كان في الاكسترا سيلولار فلويد او الانترا سيلولار فلويد. وفي عندك سيدي العزيز هيو الفاتي اسيد اللي بتخاف من المي، هي جاي بالنص ما حدا بوصلها. اوكي. هسه راح نحكي عن الكوليسترول. كوليسترول سيدي العزيز بحكي لك، كوليسترول هو مكون ستيرويد او ستيرويد ليبيد، ماشي، موجود وين موجود؟ هي زي ما انت شايفون بين فاتي اسيد. تعال نفهم شو وضعيه، شو وظيفه الكوليسترول اصلا. هسه سيدي العزيز الفوسفوليبيد بيعطي، بما انه المكون الاساسي والفوسفوليبيد بيكون فيه فلويد اصلا مايع، هو بيعطي في صفه الميوع على البلازما ممبرين. هسه البلازما ممبرين عشان يشتغل صح لازم يكون مائع فلويد، ماشي، بدرجه الاويل، بدرجه الزيت، مثلا زيت الزيتون او زيت اللي نحطه على السلطه مثلا، تمام، لازم يكون مايع، فلازم نحافظ عليه. بس احنا في عنا عوامل، مثلا ارتفع درجة الحرارة بصير مايع كثير، ولو قلت درجة الحرارة بصير صلب. طب يا اخوان شو القصة يعني، شو نعمل؟ فربنا اوجد الكوليسترول. الكوليسترول هو بحافظ على الفلويديتي تاعت البلازما ممبرين زي ما هي، لا تزيد ولا تقل. اذا زادت الفلويديتي زادت بيعمل على تقريب الفوسفوليبيد لبعض، ماشي، بيهربهم لبعض عشان تقل الفلويديتي، واذا قلت الفلويديتي بيعمل على ابعادهم عن بعض عشان تزيد وترجع للوضع الطبيعي. فهمت علي؟ اه والله فهمت عليك. فهو اصلا موقعه وين موجود سيدي العزيز؟ هي زي ما انت شايفه هي، وهذا الاصفر هو هذا الاصفر، دقيقه، هذا الاصفر هو الكوليسترول، موجود closely packed in the phospholipid fatty acid، بين ذرات الفاتي اسيد. شو الفانكشن تبعه؟ زي ما اتفقنا الفانكشن تبعه نحط في بالنا هو التحكم في الفلويدتي، فهو بيعمل ايموبيلس او منع حركه الاوتر سيرفيس او السطح الخارجي للميمبرين، فهو بيقلل الفلويدتي. هاي مثلا لما تزيد درجه الحراره، زياده درجه الحراره، تمام. هو برضه لما يزيد درجة، لما يعمل reducing the fluidity، يعني بده يقرب الفاتي أسيد لبعض، لما يقرب لبعض طلع علي وين كنا؟ سوري لأنه تليفون رن، فمش عارف. أيوة حكينا إنه الكوليسترول شو الفانكشن تبعه، إنه يحافظ على الفلويدتي تاعت البلازما ممبرين. حكينا أول إشي إنه بمنع الحركة، هاي في حال زيادة درجة حرارة يعني زيادة الفلويدتي بيعمل على reducing fluidity، بينما شو اسمه، فلما يقلل الفلويدتي، ماشي، يقلل الفلويدتي يعني هو بده يقرب الفوسفوليبيد او الفاتي اسيد قصدي لبعض، صح، هيك بتقل الفلويدتي، بقرب الفاتي اسيد لبعض، قربهم لبعض، فبالتالي بمنع لس بريمي ابل تو فيري سمول ووتر سلوب المولكيول انه يمر فريلي كروس ذا ميمبرين. يعني مثلا الاتش 2 H2O بولر، ما بيقدر يفوت ضمن ال البيت بلاير، صح ولا لا؟ لأنه هذول هيدروفيبيك ما بحبوا المي، صح ولا لا؟ اه والله صحيح. ولكن جزيئات المي الصغيرة جدا ممكن انها تمر من خلال الفراغات الموجودة في الفاتي اسيد، زي هيك بتمر من خلال، ولكنها لازم تكون صغيرة جدا، تمام؟
ممكن انها تمر. ولكن لما يصير الفوسفوليبيد، لما يجي الكوليسترول يقرب الفاتي اسيد لبعض عشان يقلل الفلويدتي، بتصير هاي الفراغات صغيرة جدا. برضو هاي الفراغات بتصير صعب انه تفوت من بيناتها جزيئات المي الصغيرة، فبالتالي هذا بيقلل جزيئات الووتر سلوب، اللي يعني الووتر سلوب اللي يعني البولر، ماشي، انها تمر في ليرة كروستن هيمبرين. طيب برضو في عندك اللي هو فانكشن سبريد ذا فوسفو ليبيدتين، بيبعد الفوسفو ليبيد عن بعض. هسه لما يزيد عندنا، لما اللهم صل محمد قصدي، لما تزيد عندنا الصلابه يعني تقل فلويدتي تاعتها، قل فلويد ضل يقربهم بعض حتى قل فلويدتي، او انخفضت درجه الحراره صار اقرب لبعض الفوسفو ليبيد قلت الفلويدتي، هنا بيعمل على زياده الفلويدتي. كيف؟ بيبعد الفاتي اسيد عن بعض، بيبعدهم عن بعض، فبتزيد ايش الفلويدتي، بيرجع وضع طبيعي. فهذا بمنع اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد كريستاليزيشن، او اللي هو معروفه بالتبلور، بمنع تبلور او تصلب ايش البلازما. حلو حلو. فهو اذا زادت الفلويدتي بيعمل على تقليلها، بيقربهم من بعض. اذا قلت الفلويدتي بيعمل على زيادتها، بيبعدهم عن بعض. اوكي. برضه بيعمل على حماية البيرفر بروتين. كيف؟ عن طريق اللي هو شيء اسمه الليبيد رافت. شو الليبيد رافت؟ هذا بيعمل على تثبيت البروتين. شو الليبيد رافت؟ الليبيد رافت سيد العزيز هو عبارة عن كومبلكس كومبوننت اوف بروتين. هيو هذا هو الليبيد رافت. شو عبارة عن بروتين؟ في بيحيط في البروتين هاي كونستريشن اوف كوليسترول، هذا الاصفر اسمه كوليسترول، هاي كونستريشن اوف كوليسترول، هاي كوليسترول قصدي هذا كايبروهيدريت، شو ماني، هذا الاخضر اسمه كوليسترول بين البروتينات موجود، هذا الاصفر فوق كايبروهيدريت عفوا يعني، ماشي. والفاتي اسيد زي ما اتفقنا هي موجود هنا عادي، موجود بيناتهم في جوا الشين يعني، هذا هو الفاتي اسيد. فهو عبارة الليبيد رافت هو عبارة عن بروتين في حواليه كمية كبيرة من الكوليسترول والفاتي اسيد، شايف مدقرات البروتين، فبيعملوا على تثبيت البروتين مكانه. فهذا عندنا بيعمل ريديوس فلويدتي، بيقلل الفلويدتي، بما انه شايف الكوليسترول مثبت الفاتي اسيد ومثبت البروتينات زي الحجار بتحطه، ماشي. فهو عامل لهم تثبيت، محطوط بيناتهم يعمل لهم تثبيت. اوكي. فهاي العملية شو بتعمل؟ ريجوليتنج نيريو ترانسميشن، شو اسمه، بنظم عمليات نقل النواقل العصبية. ليش؟ لأنه هاي البروتينات هي عبارة عن قنوات، هي أيونات الصوديوم بتفوت، وأيونات بنظم دخول أيونات الصوديوم وطلوع أيونات البوتاسيوم وإلى آخره، ماشي. برضه هاي البروتينات المستقبلات بتكون هي على شكل بروتينات، برضه ممكن ما تكون شانل بروتين، ممكن تكون ريسبتور عادي، فهمت علي؟ لأنه هو بروتين بغض النظر عن نوع التثبيت، بتثبت بروتين. تمام؟ تمام. هسا عنا الجلايكوكاليكس. الجلايكوكاليكس عبارة عن بوليساكارايدز، ماشي، بيكون على شكله زي شكل الجيلي. اوكي، نجلة هيك بيكون شكله على شكل الجيلي، بيكون covering the outside of the cell، بيغطي موجود على اللي هو سطح الخلية الخارجي. تمام. بيتصل هذا البوليساكارايد قد يتصل ببروتين بيسوي لنا الجلايكوبروتين، هيو موجودة على سطح الخلية من الخارج، وقد يتصل في ليبيد فبسوي لنا جلايكوليبيد، هيو برضه موجود على سطح الخلية من الخارج. هذا سيدي العزيز الجلايكوكاليكس، ماشي، مهم في عملية تعرف الخلايا. مش حكيت لك تعرف الخلايا بتتم عن طريق الكايبروهيدرات؟ طب ما هو البوليسكارايدز عبارة عن كايبروهيدرات، سواء كان متصل بليبيد أو بروتين، وكايبروهيدرات مع ليبيد وبروتين يسوي لك جلايكوليبيد أو جلايكوبروتين، فبعد عليه تعرف الخلية. أنت سيل تو سيل كوميونيكيشن، وتواصل الخلية مع الخلية الأخرى. فهذا العزيز العزيز بربط الخلية في الإكسترا سيلولار مولكيول، بربط الخلية مع اللي هو الجزيئات الموجودة خارجها أو مع البيئة المحيطة بها. تمام ولا تمام ولا تمام؟ تمام. هسه بدنا نحكي عن ميمبرين بروتين او البروتينات الموجوده على الغشاء. في عندنا نوعين، انتجرال بروتين وبيرفير بروتين. هسه الانتجرال بروتين سيدي العزيز بيعمل within the lipid، بكون within ضمن اللي هو بينتقل ضمن lipid bilayer، نفسه بمر بالليبيد bilayer كامل، تمام ماشي. بينما البيرفير بروتين بيكون one of two
side أو surface of the membrane، يعني بيكون على واحد من الوجهين، يا إما فوق يا إما تحته، بالعادة بيكون في ال inner membrane، بالعادة بيكون من تحت. تمام. هسا وجود البروتين أو membrane protein وجوده ضمن الفلويد بلاير، ليبيد بلاير، شو بسموها؟ فلويد موزيك، موزيك موديل، بيكون على شكل ايش؟ فسيفساء، عشان هيك بسموها بهذا الاسم. فهو وجود شو الفلويد موزيك موديل؟ انه بروتين جوا الليبيد بلاير. تمام. هسا عندنا الترانس ميمبرين بروتين، او اللي هو نقل عن طريق الميمبرين. في عندنا سيدي العزيز من اهم وظائف البلازما ميمبرين اللي هو اكسشينج ماتيريال بتوين ذا سيل اند اتس انفايرمنت، تناقل مواد بين الخلية والمحيط بها. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندنا أهم المشين السيف، في عندك السيمبل ديفيوجن أو الانتشار البسيط، هذا خاص للمواد السمول، أو ممكن يكون كابيتال كبيرة برضو، بس السمول للمواد الهايدروفيلك، يعني المواد البولر. أما شو اسمه الليبوفيلك، أو اللي هو المواد ليبوفيلك أو الهايدروفوبيك، تمام، او النون بولر، كلهم نفس السوالف. يعني تقدر تمر من الليبت بلاير بسهوله عن طريق سمبل ديفيوجن داون كونسنتريشن جريدينت، بينما في السلايد ديفيوجن انت بدك تنقل مواد ما بتقدر تمر دغري، ما بتقدر تمر دغري من الاكوس ممبرين، يعني هي مش ليبت فيلك، لا هي ليبت فوبيك، يعني هيدروفيلك، يعني بتحب المي، ما بتقدر تمر دغري من البلازما ممبرين. شو تعمل؟ فهون بتنتقل، بدها تنتقل برضه داون كونستريشن جريدينت، فما بزبط نستخدم اي تي بي لانها داون كونستريشن جريدينت. فشو تعمل؟ ما تروحش، لا، تنقل الايونز اند سمول بولر مولكيول داون كونستريشن جريدينت باستعانه بمين؟ بالبروتين، ترانسبورت بروتين، بالاستعانه بالترانسبورت بروتين. هذا ترانسبورت بروتين قد يكون شانل بروتين او كارير بروتين. اذا كان شانل بروتين يعني هو عباره عن بروتينات، هي شانل بروتين، هي سيدي العزيز اهو، هاي شانل بروتين، ماشي، movement down its concentration gradient، تنتقل الايونات، او حتى مثلا في للمي برضه، مش ضروري الايونات، وبرضه المي ال H2O اللي هو الكيوبرنس برضه بسموها down concentration gradient. طيب، وبينما هاي تنقل السمول بولر مولكيول down concentration gradient عن طريق الكارير بروتين. فالفاسيليتد ديفيوجن شو بيفرق عن السمبل ديفيوجن؟ لما نستخدم بروتين قد يكون شانل قد يكون كارير. طيب، بينما بالاكتيف بروتين انت بدك تنقل ايونات او ماني مولكيول اجينست اس كونسنتريشن جريدينت، بدك تنقلها عكس تركيزها، يعني من التركيز داون كونسنتريشن جريدينت تركيزها على التركيز المنخفض، اما اللي هو اجينست كونسنتريشن جريدينت من تركيز. اوكي. بالاكتيف ترانسبورت احنا بنحتاج شو اسمه يوز انرجي عن طريق اللي هو بريك داون ادينين تراي فوسفيت او الاي تي بي، هيا بنعملها للادينين داي فوسفيت اي دي بي، يعني هذا مش مطلوب منا، وحبه فوسفيت بي وحده تتصل هاي بي هون فبتغير شكلها، مش مهم. تمام، خلص بهمك انه الطاقه مستخدمها الاي تي بي. آلية عملها انه سيدي العزيز اول شي بيجي الماده بترتبط في موقعها الخاص، المادة اللي تنتقل، ماشي، شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هي كلها شغلها على الكارير بروتين، شغلها وين؟ على الكارير بروتين، ما في شنن في الاكتيف ترانسبورت. تيجي كارير بروتين بيرتبط في موقعها الخاص، فبتعمل لنا كونفورميشن تشينج، تغير في شكلها لحتى تنقل اللي هو المولكيول تو اذر سايت. اوكي، تعمل تغيير شكلها تنقل المولكيول لاذر سايت. في عندك الخصيلة الأسموزية، الخصيلة الأسموزية خاصة بديفيوجن اوف ووتر، يعني داون كونستريشن جريدينت عن طريق بروتينات سموها الكيبرنس بروتين، وانتشار خاص للمي فقط. طيب، في عندك الفيسكولار ترانسبورت او النقل الحوصلي، هذا خاص للبالك مولكيول، يعني المواد الضخمة، البالك مولكيول للمواد الضخمة. شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، خاصة بإنك تصدر أو تستورد شو اسمه formed or lost material في الخلية، وهي خاصة المواد الضخمة مثل الإنزيمات أو البروتينات. ماشي، فالفيسكولار ترانسبورت يقسم إلى الإكزوسايتوسيس أو الإخراج الخلوي، الإندوسايتوسيس الإدخال الخلوي. الإدخال الخلوي بيتم ثلاث عمليات،
اما فلويد فيز انتوسايتوسيس او بسموها البينوسايتوسيس، يعني الشرب الخلوي، الفاجوسايتوسيس الاكل الخلوي او البلعمه، عندك ريسبتور ميديتد انتوسايتوسيس او الاتصال في المستقبل الخاص فيها. طيب هسه بحكي لك هي اكتيف بروسيس، الانتوسايتوسيس اكتيف بروسيس، يعني اكتيف يعني تحتاج اي تي بي، هاي مبدئيا. بتم عن طريق انشاء، بما انه نقل حيوي صليبي فانه بتم انشاء فروم ممبرين، بانشاء فيسيلز، انه بتنشا حويصلات من الممبرين. تكون هسه بنفهمها واحدة واحدة احنا عشان تنقل المواد. خلينا نبدأ في الاندوسايتوسيس. في عندك الفاجوسايتوسيس او عملية البلعمة بسموها سيل ايتينج او عملية طعام الخلية. هسه اول مجرد ما تقرب هي بتستخدم لأكل المواد الكبيرة الحجم تقريبا بالنسبة للخلية. اول ما تقرب هي المادة اللي بدها اياها الخلية من الخلية او من الغلاف البلازمي، شو بصير؟ بده ينتج عنا اسمه السوبوديا، ماشي، سودوبوديا. هاي السيتوبوديا معناها الأرجل الكاذبة. بيجي الغلاف البلازمي بيعمل زي الأرجل الكاذبة حوالين مين؟ حوالين هاي المولكيول اللي نفوتها، فبتسوى عنا ايش؟ فيسيلز بدخل للخلية هاي الطريقة. هاي خالصة اتفكت، هاي اسمها الفاجوسايتوسيس أو عملية البلعمة. الأمثل عليها خلايا الدم البيضاء مع البكتيريا، انجلف يعني بلع، خلايا دم بيضاء في بلع البكتيريا، بتيجي تعمل عليها سايدوبوديا يعني أرجل كاذبة وبتبلعها وبتصير لومورلس. فانا الفلود فيس انتوسايتوسيس او بسميها البينوسايتوسيس اللي هو سيل درينكينج، يعني شو اسمه، هاي البينوسايتوسيس او سيل درينكينج يعني الشرب الخلوي. سيد العزيز هنا هاي المواد الصغيرة شايفها، هي عبارة عن سمولر، مواد صغيرة بتعمل اقتراب كبير، ماشي، او زي ما بسموها غزوة انفيجينيشن وين للبلازما ممبرين. هون البلازما ممبرين ما بروح يهجم عليهم زي ما صار فوق بيعمل عليهم ارجل كاذبه، لا هم بصيروا يكبوا بلع على البلازما ممبرين، بصيروا يدفشوا فيه لجوا. فهاي المواد الصغيره بتدفش البلازما ممبرين لجوا حتى تعملوا ايش؟ على شكل دويره. اوكي، فبصير في عندنا فيسيلز، هاي دويره بتترتبط مع بعض زي هيك وبتكون فيسيلز بفوت جوا الخليه. اوكي، من أمثلة عليها اللي هو ما بيحدث في جدار الشعيرات الدموية من حركة السبستنس، حركة المواد الشعيرات الدموية تتم عن طريق البينوسايتوسيس. طيب في عندك ريسبتور ميديتد اندوسايتوسيس، هاي سيد العزيز ركز معي، هون الريسبتور فور ماني سبستنس، بعض المستقبلات لبعض المواد الموجودة سواء كانت انتجرال بروتين ات سيرفيس ات سيل سيرفيس او زي ما كاتب لك تحت بيرفل بروتين، اهم شيء انه يكون على سيرفيس الخليه، ما بيهمني شو نوع البروتين، اهم شيء بروتين المستقبل. هذا المستقبل هو مستقبل معروف وين بده يكون على سطح الخليه، سواء كان هو مستقبل البروتين سواء كان انتجرال او بيرفرال، شو مشكلتك انت؟ بيرفرال تمام، شو مشكلتك؟ ما عندكيش مشكله. اوكي، فهي موجوده على سطح الخليه اهو يا عم تشينج يا دكتور، هي موجوده على سطح الخليه هذا المستقبل. فبتروح في عندك هاي افينيتي بيندينج او اتصال قوي جدا بين الليجند او هاي المادة اللي بدها ترتبط فيه والريسبتور. فهاي سيدي العزيز شو بتأدي؟ بتأدي لترتيب البروتينات في ترتيب معين في الممبرين، في الممبرين صارت هيك ترتيب البروتينات بشكل معين، لما يرتبطوا مع بعض بصير ارتباطهم قوي، فبصير ترتيب البروتينات بشكل معين داخل الممبرين ريجون، وبعدين بندفشوا لجوا بانش اوف فبسوي لنا عندنا في سيلز. نفهم الخطوات واحدة واحدة، اسمع لو ترد علي فتكيش تحفظ هذول. شو بصير؟ أول شي بتيجي الليجند هاي بتتصل في الريسبتور الموجودة برا، ماشي، فهي اتصلت في الريسبتور فسوت عندنا زي حفرة صغيرة، تمام. فبيجي في عندنا اشي اسمه ادبتور بروتين، وهذا الكالثرين او اللي هو نفسه بوليساكرايد، ماشي، بيتصلوا مع بعض بيسوون لنا الكوتد بيت. الكوتد بيت يعني اللي هو كأنه غلاف يحيط بهذا الشيء الفيسيلز، كوتد يعني من كوت، فاهم، بما انه مغلف يعني. بعدين بضل يندفش لتحت زي ما قلت لك، بيسوي في البداية فجوة، هي بضل تندفش هاي الفجوة تحت هتصير دائرية، في يعني اسمه الداينمين، بيجي بيقطع هاي الخطوة الدائرية من هون فبتصير دويرة كاملة، وهاي بسموها كوتد فيسيلز لأنها محاطة بمين؟ بالأدبتور بروتين والكالثرين. هذا الكالثرين هو بوليساكرايد او كايبروهيدريت يعني، ماشي، هذا خلص سوى الدويرة وصار محيط فيها، فوتها على الخلية دبرها امورها، امورها تمام، انت عمو شو بدي فيكي ولا اشي، اطلعي برا. فبتم اعادة تدوير هذول،
كوت بروتين ريسايكل، يتم إعادة تدويرهم عشان يفوت أشياء مرة ثانية. بصفي عنا الفي سيلز شو جواتها، جواتها المواد اللي ننقلها والريسبتور تبعها، ما بوفيش معاي، بدي بس المواد اللي ننقلها لحالها. فالريسبتور يتم عمل له ريسايكلينج وبيطلع على السيرفيس اوف ذا سيل مرة ثانية، والمواد التي بدنا نعيد شو اسمه، والمواد اللي بدنا اياها بصير لها اشيين، يا اما بتروح على سطح الخلية على غشاء ثاني من الخلية تندمج فيه بصير اسمه اشي اسمه ترانسايتوسيس بيطلع برا الخلية، او بدها تروح على اللايزوسوم وبصير فينا ديجريديشن او هضم ويتم هضمها والاستفادة منها. اوكي، فانت لو فهمت هذا الحكي ما فيش داعي تحفظ هذا الاشي. اللي هون شو بحكي لك، انه تكوين اللي هو الفيسيلز لازم انه يتصل الليجمنت مع مين، مع اللي هو سبيسيفيك بيرفيرال بروتين الموجود على السطح، او الانتجرال اهم شيء موجود على السطح. بعدين راح يصير في عنا بترتبط اللي هو هاي البروتين، عملنا زي حفرة صغيرة، هاي بترتبط من البروتين موجود في السيتوبلازمتك ميمبرين شو سميناه الادبتر بروتين. ادبتر بروتين بيرجع بيتصل في بوليساكرايد شو سميناه الكلثرين، بيسوي ارتباط البروتين والكلثرين شو بيسووا لنا اللي هو الكوتد بيتس. هاي الكوتد بيتس، هاي الكوتد بيت مع الكلثرين مولكيول زي ما هو حكي لك تحت، حكينا بتسبب لنا زي حفرة صغيرة، هاي تضلها الحفرة بتضلها تدور 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 حتى ايش يسووا لنا الكوتد فيسيلز او حويصلة محاطة، حويصلة محفوظة من برا يعني. بعدين يتم إعادة تدوير البروتينات المحيطة هاي، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي شو قايل لك، الثري مولكيول سبريتد عن كوتد فيسيلز وعنا ريسايكل باك، وبسوولنا اللي هو عشان يرجع يعملون النيو كوتد بيتس عشان يرجع يفوتون أشياء مرة ثانية. وحكينا مصير الأشياء نجت، يا إما هسا ليجنز ممكن انها تروح لعند اللايزوسوم ويصير لها ديجريديشن، حكينا انه الريسبتور ريسايكل ذا سيرفيس ذا سيل سيرفيس، حكينا انه برضه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد راح تروح الفي سيلز على سيل سيرفيس انذر سيل سيرفيس على سطح ثاني تندمج فيه، فبصير في عندنا وبتطلع موادها يعني ريليز اجين اوتسايد اوف ذا سيل، بسموها ترانسايتوسيس. تمام. هسه الاكزوسايتوسيس او الاخراج الخلوي، الاخراج الخلوي بسيط وسهل مش زي هذا، خلص هو اشي واحد بطريقه واحده اللي بيستخدم للبلك موفمنت، وهذيك كمان تستخدم للبلك موفمنت او لللارج مولكيول يعني من اخراج خلوي، فهو من انسايد للاوتسايد، تمام، من داخل الخليه لخارجها عن طريق اللي هو حويصلات. هذه العمليه خلص تتم باشي واحد، انه بيجي عندك سيتوبلازمتك في سيلز او في سيلز، تيجي بتعمل فيوز في البلازما امبرين، بتنتهر او تندمج مع البلازما امبرين هاي الخليه، هاي الخلية جواتها ايش فيسيلز، جواتها مواد، هاي هي طالعة بتروح تندمج مع البلازما ميمبرين وبتطلع المواد لبرا، تمام. فيوز مع البلازما ميمبرين حكينا، وريليز از كونكت كونتاكت كونتنت في الاكسترا سيلولار سبيس. حلو حلو. طيب هاي من امثلة عليها بروتين سيكريشن او اللي هو انتاجات البروتين، في عندنا ثنتين، يا اما constitutive secretion أو regulated secretion. شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد. ال constitutive secretion يعني اللي هو الإنتاج الاستمراري. شو يعني الاستمراري؟ يعني predict that هو منتج يتم release من السيل continuously، ما بستنى إشارة من المخ إنه يفرز هذا البروتين، لا، هو يتم إفرازه بشكل مستمر بدون أي إشارات، مثل اللي هو البيروكولاجين او الكولاجين عادي في الاكسترا سيلولار ماتريكس. فعندك ريجوليتد سكريشن يعني اللي هو الانتاج التنظيمي، هذا بيستنى سيجنال بيجي، بتستنى اللي هو اجابه لاشارات جاي من المخ للخليه انه والله هسه للمعده اجتها اشارات انه يشري افرز الدايجستيف انزيم او البنكرياس عشان تنتج الانسولين مثلا، او الغده الدرقيه زي ما حكتها الدكتوره في المحاضره والى اخره. فهمتوا؟ اغلب الغدد تتم ريجوليت سكريشن، تمام. وهيك بنكون خلصنا المحاضره السادسه، يعطيكم الف عافيه، لا تنسوا الاشتراك في القناه واللايك والحركات هاي، يعطيكم العافيه.